رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحه برنامج ولا تعسروا، اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركه وبنخصص لها وقت عشان نجاوب عليها، وكمان بتفضل بنتواصل عليها وننزل فيديوهاتنا اللي احنا بنكمل فيها الكلام وبنتقبل فيها وبنتلقى فيها التعليقات اللي احنا بنسعد بيها جدا جدا. نبتدي اول سؤال معانا السيده ام احمد. السيده ام احمد اتفضلي. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك ولا تشوف ابدا مرض في جسمك يا حبيبي. يا رب يا سلام، ايه الدعاء الحلو ده؟ ربنا يعزك. الله امين ويعزك يا حبيبي وينولك يا رب الصلاه في مسجد النبي يا رب حاجه المصطفى. بص يا شيخنا دلوقتي على فكره انا مش عايزه حل ولا عايزه حاجه، انا عايزه احكي لك اللي حصل معايا انا شخصيا من 25 سنه. انا عندي 72، كان عندي 31 وكان عندي ولد عنده 18 سنة. اتعرف على صاحبتي زميلتي يعني، كانت رايحة جاية بتتنطط بالعربية، المهم شغلت دماغه اتجوزته. هو من دور ابنها. حضرتك معايا؟ سامعك دلوقتي كويس، اتفضل. الولد ابني من دور ابنها وخدته جابت له شقة واتجوزته. اهو طار منه وظيفه محترمه جدا الناس بتزحف عليها، طارت منه من التحريات. انا عايزه انبه اي ام طرف حضرتك ولا طرف البرنامج ما تنساش التعابين اللي بتدخل في البيت وبتلبد. طيب انا اقول لحضرتك حاجه يا ام احمد. اتفضل. طبعا انا عارف ان ده مش اسم حضرتك وشكرا ان انت عملت كده، عشان حتى ابننا لو عمل حاجه احنا شايفينها مش احسن حاجه برضو، احنا برضو ده ابننا لازم نفضل متقبلين اولادنا، وان اللي عملوه ده هم حاجه اولادنا حاجه واللي بيعملوه حاجه تانية حتى لو ما كانش هو ده الصواب. بصي احنا مش دايما، خلينا نقول مش دايما الحاجات دي بتبقى عن طريق التعابين، مش لازم على فكره يكونوا تعابين، ممكن يكونوا، اقول لك حاجه، ممكن يكونوا تعبانين، والشخص التعبان ده بيدور على اي حد يملى بيه فراغه. ممكن الشخص ده يستهلك اللي قدامه، يحس ان العلاقه دي ان فلان ده بيملا له حياته، بيجدد له هو، هي حاسه، ممكن تكون هي حاسه ان عمرها اتسرق منها وان هي لو ارتبطت بشاب هيجدد لها حياتها. كل ده سببه ان كان في باب موارب انا ما يقعدش بقى معاها بالساعات الطويله ويتكلموا بالثلاث ساعات على الفيسبوك ويتكلموا يعني في اوقات واوقات غير مناسبه ويعيشوا مع بعض وبعد كده نقول هو ايه اللي بيحصل. لا، اللي بيحصل احنا فاتحين باب خطر. باب الخطر ده هيعمل ايه؟ باب الخطر ده محدش يجي يقول والله دي قد والدته، دي صاحبته، ده صديقها، ده بيساعدها، ده بيعمل. لا، لازم كل حاجه تكون في ضوابطها وفي شكلها الصحيح. وعلى فكره محدش بيخسر، يعني مفيش حد هيخسر يعني فرصه جواز. ما ترك أحد، هكذا علمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك أحدا شيئا لله إلا وأبدل الله خيرا منه. أنا متصور أن حضرتك كنت محتاجة تتنبهي، بدل حضرتك بتكلمي مش عشان الحل، وأنا عارف أن حضرتك بتقولي كده مش عشان الحل، أنت معلش حضرتك لازم تستمري في علاقتك الحسنة بابنك حتى لو عمل الحاجة اللي أنت ما كنتيش شايفاها أحسن حاجة لي، سواء في مجال المهنة بتاعته ولا في مجال الاختيار الحياتي بتاعه. افضلي ادعميه، افضلي ادعميه، لان لما تدعميه انت بتقومي بدور مهم جدا ان انت تساعديه وتفتحي له باب فتح من الله سبحانه وتعالى وسند ومدد من الله سبحانه وتعالى. فانا رأيي ان انت افضلي ادعميه وافضلي ساعديه، لان انت هتكوني اكثر خبرة اكثر معرفة بايه الحاجات اللي بتحصل لامرأة هي في سنك ممكن تمر بيها وممكن توجعه، فانت ساعديه ان هو ينضج بسرعه، لان خلاص انت بتقول ان هم متجوزين، ما قدامناش حاجه، مش إن ما ينفعش ان احنا يبقى قرارنا الاول هو ان هم يتطلقوا، ده مش صح. لكن الصح ان احنا نقلل بعض الاشياء اللي من المنتظر تحصل في التفاوت في النضج ما بين الاثنين. فاحنا لازم تقفي جنبه وتساعديه من غير ما تتدخلي في قراراته، ومن غير ما تكوني انت اللي بترسمي له حياته. لو ساعدتيه بهذه الطريقة انا اظن ان انت هتكوني بتعملي شيء مهم جدا يكمل دورك كأم ويكمل كمان ثوابك عند الله سبحانه وتعالى، ان انت بتكملي مش تربيته لكن بتكملي
دورك كمستشار لي في الوقت ده. معانا الأستاذة إسراء. السلام عليكم يا شيخ. اتفضلي يا أستاذة إسراء. الله يخليك، بصراحة والله الله يبارك لك، أنا حياتي اتغيرت 180 درجة بسببك أنت. يا رب. سامعني كده يا شيخ؟ سامع. سامع. أنا عندي سؤال بس الله يبارك لك. اتفضلي يا فندم. السؤال الأول، أنا حماية أبو جوزي. معاه 3 صبيان. وهو تاركهم من صغرهم يعني. تاركهم هو عنده متاركهم من صغرهم يعني، هو سابهم لأمهم ولا سابهم خالص؟ لا يعني عايشين، يعني احتبر عايشين ومش عايشين معاه. يعني هو سابهم لأمهم ولا أمهم كانت متوفية ولا ايه بالظبط؟ قاعدين مع أمهم بس، هو يعني هو بيشرب. سلم يا رب. طيب يا استاذة اسراء، وبعدين يعني اول ما يروح عايزين يصلحوه كده، يقعد اسبوع كده معاهم كويس، بعد كده يعمل مشاكل معاهم تاني. يعني هو كل شويه يقعد معاهم شويه وبعدين يغضب ويسيبه يوم البيت ويمشي. فهم تركوه خلاص، هم يعني ايه، وكانهم حصل لهم حاله من حالات، خلاص نفضوا ايدهم من المساله وخلاص. يعني بصراحه هم تركوه عشان مشاكل يعني. انت بتقول ان هو بيشرب. فبيجي لهم طبعا، وبيجي ممكن يجي ياخد عشان ياخد منهم فلوس، او يجي ما يديلهمش كده يعني طردهم من بيوتهم. طيب، وطيب فين سؤال حضرتك يا استاذه اسراء؟ والسؤال ان انا يعني هم عشان تركينه كده يعني هو كده غضبان عليهم. حاضر، هقول لحضرتك، هو جاوب على حضرتك السؤال ده. في سؤال تاني؟ السؤال التاني، انا دكتور، انا منقبه. طيب، وعادي يعني اقعد قدام سلايفه عشان هم يعني محرمين عليا اذا كان جوزي عايش؟ طيب انا اجاوب حضرتك. ماشي دكتور، شكرا. طيب خلينا نبتدي بالسؤال الاولاني. السؤال الاولاني بتقولي لي انا اولاد يعني زوجك واخواته الاثنين هم دلوقتي مقاطعين، لو انا فهمت صح، مقاطعين ابوهم او مقتصرين في التعامل مع والدهم، لانه في الحقيقه ما احسنش تربيتهم، لانه كان بيشرب وكان ما بيقعدش معاهم طول الوقت، فهم ما حسوش تجاهه بان هو بيقوم بدور الاب. الامر الثاني ان هم اكيد هو بيجيب مشاكل عشان مساله المخدرات. انتوا شايفين يا ساده، انتوا شايفين ايه اللي بيحصل؟ عشان الناس اللي بيشربوا مخدرات ويشربوا وفاكرين ان هو انا ما بضرش حد، انا لو حتى بضر انا بضر نفسي. لا لا لا، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، كلام فارغ. هذا كلام والعياذ بالله من النفس الاماره بالسوء، هذه اكاذيب. ولا في حاجه في الدنيا اسمها تفاريح، ولا في حاجه انا بضر نفسي بس، هذه من أكاذيب النفس الأمارة بالسوء الشنيعة اللي بتخلي الإنسان يضيع نفسه ويضيع أهله. لا، أنا شايف إن هم يداوموا التواصل معاه مع تجنب المشاكل التي قد تأتي من جهته. يعني مثلا على سبيل المثال، هو لو عنده ديون مخدرات ما يتحملوش ده، لأن ساعات بيبقى الشخص ده عامل بالظبط عامل زي الثقب الأسود، بيبلع الأولاد، فممكن يدمر حياتهم كلها. فهم ما يحملوش نفسهم شيء فوق طاقتهم، لأنه بيعمل عمل مش صحيح، وفي نفس الوقت يحسنوا إليه بأن هم يزوروه ويساعدوه أن هو يخرج من اللي هو فيه ده. بهذا التوازن ممكن نعمل الكلام ده. السؤال التاني سألتيني، طبعا احنا شايفين أن عورة المرأة بتكون جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فإحنا ملناش دعوة بمسألة النقاب دي. أنت حضرتك عارفة إن وجه إن العورة هي في جميع الجسد إلا الوجه والكفين. فأنت بتسألي، أنا لو قعدت من غير نقاب مع إخوات جوزي هل ده حرام عليا؟ إحنا مش شايفين أصلاً إن النقاب واجب، عشان نشوف إن أنت لو قعدت من غير نقاب يبقى ده حرام، فالنقاب مش واجب. فإذا أنت جلستي معاهم من غير ده أنت لم ترتكبي حراما. أرجو أن يكون الجواب كده واضح، ولكن هي المسألة كلها أن أنت لازم تراجع نفسك في حكم النقاب عندك. أستاذة آية تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا فضيلة الشيخ. الله يعزك يا فندم. بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا متجوزة وجوزي حلف عليا ان انا لو رحت المكان ده هبقى طالق،
مكان اهلي يعني. طيب وبعدين؟ في بيت اهلي. فهو سأل الناس كده، لا انت تروح عادي كل حاجه، بس لازم تطعم 10 مساكين او تكون 3 ايام. فين سؤالك بقى يا استاذه ايه؟ هل ده كلام يعني مظبوط يعمل كده؟ ولو انا رحت قبل ما هو يوفي الموضوع دوت يعني ينفع، ولا لازم يوفي اللي قال عليه الاول؟ لازم عشان اجاوبك اكون عارف هو قال ايه. هو قال لي انت لو رحت المكان ده تاني هتبقي طالق. كويس، ما عشان اعرف هو قال ايه انا مش اعرفه منك، لكن على فرض انا مش في مسائل الطلاق احنا ما بنفتيش المساله ليه غير اللي تلفظ باللفظ ده، لان في بعض الاحيان اسمعيني يا استاذه ايه بس، لان في بعض الاحيان اجي مع الشخص واحقق معاه واقول له انت قلت ايه، يقول لي انا قلت لفظ تاني خالص، فهنصدق ساعتها مين؟ القول قول مين؟ الزوج. طيب يبقى احنا محتاجين ان احنا نسمع كلام الزوج. انا عارف ان انت بتنقلي لي، وعارف ان انا ممكن اقول لك الكلام ده عشان اظهر ان انا فاهم الحكم. لا، المساله مش فاهم الحكم، انت بتساليني في سؤال خاص بعين، انت مش بتساليني في المطلق. لو ان واحد قال لمراته انت طالق، هتكوني طالق لو رحت لاهله، هل ينفع؟ بس هي دلوقتي اسراء اللي بتسالني، ولا هي بتسالني عن الحكم مطلقا؟ حكم مطلقا لو واحد قال لمراته انت هتكوني طالق لو رحت في المكان الفلاني، ايه اللي حاصل؟ وما راح وراحت، هيطعم 10 مساكين، لان هنتعامل معاها معامله اليمين. فيبقى هي هو حنس في يمينه، ويبقى عليه ان هو يطلع كفاره اليمين. بس هي مين اللي بتسالني ده؟ اسراء. فلازم زوج اسراء يسالني، او زوج اسراء دفع زوج ايه يسالني عشان اقدر اجاوب عليه. مفهوم يا ايه؟ مفهوم يا فضيله الشيخ. معلش سؤال تاني. اتفضلي. بقول لحضرتك لو انا مثلا بتجيني الدوره 3 ايام وجات لي يومين بس في رمضان، اليوم الثالث دوت اللي ما نزلتش فيه الدوره، هل عليا ان انا اصومه برده في القضاء؟ لا. ولا لا خالص، العبره بوجود الدم. الدم ارتفع احنا طاهرين، الدم نزل احنا ممنوعين، عندنا مانع من الصيام. فلو الدم ارتفع خلاص، الدم لو ارتفع خلاص يبقى نصوم وخلاص، وان شاء الله يبقى احنا كده طهرنا نغتسل، وحتى نصوم حتى الصيام ملوش دعوه بكنا اغتسلنا ولا ما اغتسلناش. السيده ام شريف تتفضل. السيده ام شريف، يبدو ان اتمنى على حضرتك بس ان انت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. تسمعيني من التليفون لو تكرمتي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور ازي حضرتك؟ يا الحمد لله زي الفل. كل عام وحضرتك طيب وبالصحه والسلامه يا رب. وحضرتك بصحه وسلامه ومن تحبين. نوطي بس التلفزيون. ربنا يكرمك. ماشي حاضر. بقول لحضرتك انا بس عندي سؤال. اتفضلي. ابني متجوز واحده، الست دي كانت سلوكها وحشه، كانت بتسرق وكانت محبوسه، بس هو وقف جنبيها وخرجها، وبعد كده اتجوزها، وقلنا نبقى نكسب فيها ثواب وايه ونعيشها معاه. طيب اصبح هي دلوقتي سرقت فلوسه كلها، كل شويه تسرق منه، سرق منه 36,000 جنيه متقاطعين. فبصراحه امبارح مديها، اول امبارح مديها 10,000، قال لها خدها عشان ادفعهم قسط العربيه، راحت قالت له دول وقعوا مني، وانا متاكده ان هي خدتهم. طيب حضرتك أنا... نعم كملي يا ام شريف. فانا قلت له يا ابني دي ما تنفعش معانا بصراحه، دي ممكن تعمل فيك حاجه مش كويسه، ممكن تموتك. سلامة مش خايفه عليك وعلى ليه بس كده؟ ليه هي دلوقتي يعني معلش سامحيني يا ام شريف، هي دلوقتي تخصص فلوس مش تخصص ارواح، فانت ليه؟ طيب ليه ام شريف استني بس على بيتها حضرتك ام شريف وعلى جوزها وعلى شقاها، عمرها ما تحافظ على عليه هو. طيب بصي يا ام شريف، بصي يا ام شريف، انت دلوقتي بتتكلمي عن مرات ابنك. ايوه. مش بتتكلمي عن حد من الشارع صح؟ لا ابني ده ابني. طيب ماشي، بقول لك بتتكلمي عن مرات ابنك مش بتتكلمي عن حد من الشارع. ايوه بالظبط كده. فكونك بتتكلمي عن مرات ابنك مش احسن حاجه في الدنيا ان انت تخلي ابنك يتصور تصورات بشعه عن مراته. ايوه.
هي دلوقتي الست دي انت معتقده تمام الاعتقاد ان هي اللي بتسرق الفلوس دي. ايوه ايوه هي بتاخدها لان قدامي كذا مره خدت كذا مره والله كذا مره واكلمها واقول لها يا بنت حرام يا بنت كده واقول له معلش يمكن انت نسيت يمكن كده. فهي لما بتقول دي متاكده منها. طب ام شريف لما انت بتشوفيها هي بتسرق ما بتاخديش الفلوس اللي هي بتسرقها منها ليه وتديها لابنك؟ ما انا هقول لحضرتك الفلوس دي كانت بتجيبها كده مثلا ايه يديها الفلوس ولا خدي شيلي الفلوس دي معاكي كام مثلا؟ معاكي مثلا 20,000 يجي يلاقيهم 18 تقول له لا انت نسيت في العدد اتكررت. انا بسال سؤال انا بسال سؤال يا بسال سؤال يا ام شريف. ام شريف اتفضل حضرتك. هو معنى ان ده متكرر يبقى هي فعلا هي اللي بتاخد الفلوس دي؟ ايوه هي ايوه هي اللي خدتها. طيب خلاص انا متاكده. طب انا هجاوبك يا ام شريف هجاوبك والله والله هجاوبك هجاوبك حاضر يا ام شريف. بصوا يا جماعه عشان بس لله في حاجه مهمه جدا 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 انطباعاتنا عن الناس وتصوراتنا عن الناس ما بتساويش الادله. يعني كوني منطبع عندي انطباع ان الست دي حراميه ما تخلينيش يبقى انطباعي ده ان فلوس نقصت يبقى هي اللي لازم سرقتها. طب ما ده ما فيهوش اجتناب لكثير من الظن. طب انا بسالك ما سالتيش نفسك طب ابنك قابل كده ليه؟ انت هات لعمك ان ان هي بتبتز ابنك او بتاخد فلوسه، طب ما هو راضي على فكره. هو مش قاعد معاه وعايش معاها؟ نفترض ان هي بتكذب عليه وده خلق سيء عندها وهو راضي بيه. هو راضي بهذا الخلق السيء منها. هتخرب البيت؟ انا بكلم كل الحموات. سيء عليكم النبي ابنك مراته عندها خلق سيء انت عندك خلق سيء ان هي بتسرق جوزها. طب ما جايز هي بتقول انا بعيش في انا مش ببرر على انا لا ابرر انا لا ابرر. جوزك هو اللي يجي يسال يقول انا عايز اتعامل مع الامر ده بس يبدو ان هو بيتعامل معاه باريحيه. مين اللي شايل الهم؟ حضرتك. مين اللي حاسس ان ابنك الست دي ضحك عليه؟ ابنك. مع انك انت كنت مباركة الجواز ليه؟ طيب عشان انت متصورة ان الست دي حرامية وبتسرق جوز وبتسرق جوزها. يا ستي انا شايف ان انت لو عندك طريق ليه ان انت تدعمي ابنك ان هو يحل مشاكل الزوجية مع زوجته هيكون احسن. انا شايف ان زوجك ان ابنك ومراته محتاجين بشكل واضح تدخل من خبير. خلوهم يجون على مركز الإرشاد الزواج ونتكلم اذا كانوا هم عايزين كده، مش اذا كان ابنك راضي بتاه وانت بتتدخلي في حياتهم عشان تفسديها. ايوه حتى لو هي بتغلط هو راضي بالغلط ده، هو راضي بالغلط ده تساعديه ان هو يحافظ على فلوسه مش تشوهي له مراته. عارفه الفرق؟ ساعديه على ان هو راضي بده فساعديه ان هو يحافظ على فلوسه، مش تحاول بقدر الامكان ان انت تخليه يطلق الست دي باي طريقه، لان احنا مش متيقنين اذا كانت هي الست دي اللي بتاخد الفلوس ولا لا، لان حضرتك ما عندكيش ادله. كل اللي انت قلتولي ما فيهوش ادله. انت بتقولي ان هي بتغلطوا في الحساب، مجاز بتغلطوا عشان البيت محتاج مجاز، وده مش تبرير خالص يا ساده. احنا عايزين نفهم ان صور الناس اللي في عندنا ما تعنيش ان هي دي الحقيقة، لان ممكن هما يكونوا تابوا ويكون تصرفنا معاهم هو اللي بيأذيهم ويرجعهم تاني للمعصية. ما تنسوش يا سادة ان النهاردة اتكلمنا عن موضوع مهم، موضوع ان احنا نعلم اولادنا ان يبقوا عندهم انضباط في العلاقات عشان ما قلوبهم ما تتجرحش وما تتوجعش بتعلقات ملهاش لازمة وبتعلقات ملهاش حقيقة، وتفضل الأوجاع دي تستمر معاهم وتشوه شخصياتهم لغاية ما يكبروا، وإما العلاقات دي جزء من حياتهم وهي ما تنفعش تبقى جزء من حياتهم المستقبلية، أو إن هم فقدوا العلاقات دي فيتوجعوا. قربوا من ولادكم واسمعوهم واحتووهم، أولادكم غاليين لأنهم نعمة من رب العالمين. يا رب الهمنا إن احنا دايما نجعل أولادنا نعمة ونشكر النعمة دي بأن احنا نرعاها ونكون دايما سند ودعم ليهم يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين أكرمنا بأن نكون سندا لأولادنا
على الدوام في كل وقت وزمان. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.